أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه أجمعين إلى يوم الدين. وبالفعال والفعالة جميعا، صحراء والعذراء والقيست بعا، واجعل فعالي لغير ذي نسب، جددك الكرسي تتبع العرب، وبفعال لا وشبهه انتقى، وبفعال لا وشبهه انتقى، في جمع ما فوق الثلاثة ارتقى، من غير ما مضى ومن خماسي، جرد الآخرا في بالقياس. والرابع الشبيه بالمزيد قد يحذف دون ما به، والرابع الشبيه بالمزيد قد يحذف دون ما به تم العدد، وزائد العاد الربا احذفهما، لم يكن لينا إثره اللذ ختما. والسين والتا منك مستدع أزل، إذ ببنى الجمع بقاهما مخل، والميم أولى من سواه بالبقاء، والهمز والياء مثله إن سبقا، والياء للواو واحذف إن جمعتما، كحيزبون فهو حكم حتما. وخيروا في زائدي سرندا، وكل ما ضاهاه كالعلندا. ام کاملا شرانه گه خوابی که کوتای بخشی ام درس من دلی لا اوزانه کن ایم هجده وزنی جمع کثره مخرون را دلی باسی دو دانه جمعی که من بو اکا یعنی بلین نوزده و بیست فعالی لگل فعاله صد چکن بم دو وزنه جمعه جمع کراونانه صحراء و عذراء صد باش جاوا لشرح كذا توضيحاتك هي بحثيك والقيس تبعه اتدري امانه صورتك قياسين وتو تبعيه لم زمين ده لقياسك اشتك السماعيه باشان وزنك كذا له فعاليه بغير نسب بكاد جيرت وكو كرسي كالكرسي كرسي كتو بو غيري نسب بكاري بجري يعني بجمع بكاري بجري تو تبعت لسي كدوا لعرب كدوا باشان وزن شكا فعاليلا واوش كوكو فعاليلا دتت تو نطق بك وزبان بي بفعاليل او يوكو فعاليل دتت لجمع سرويسه كالسي بلو ساتر لغيري اوي كتايستي خوين دومانو قزراو و لإسمك بيانش حرفي كوا عزيزنا بدكم جردة اسم بيانش حرفك جردة مجرد به الآخرا في بالقياسي آخر يكي نفي بك لاي برا بقياس مثلا اسمك فيش حرفيه لا عزيز جناب دكم لجمع مكسره كذا اخر كتلبك حذفك باشان كلمه كشو حرفيه وكو مزيد دشت تاولي عليه حذف ذكرت دون ما به تم العدد بلى يعني مثلا جاري وها آخری که پیش دکره پی حذف داده بود. آخری که لی حذف دکره ایش. پسشان وزاید العادی الرباع حذف هما. حرفی که لسروی چهار حرفی بود، لسروی چهار بود و حذفی که مادام حرفی لین نبود. ما لم یکو لینن اسره لس ختمه. یعنی حذفی که مادام حرف لینک لدوا و حرف او کتو حذفی که کلمه کی خاتمه هنا و لينه بيت انا اقل ايو ليبو حذف ناكلت يعني وقت ما قبل اخريكي حرفي لين نبيه
حذفي بك يا جماعه خرج كده حرف الليمبو نا حذفناك هل بين حرف دي هني سين وته اسمك وكم مستدعين ده ده اللايبه بقى چونك ب ب بناي جمعك بو صيغه جمعك معنوي هانشيا مخله زرد ده زوت ولانيه بس باشان ميم باشترا لغيري خوي بمعنوا حمزه ويا شرب وجوريا كواتي ان سبق ك لپش غیری خواهان او بون اوانش افرمی عرضی زناب دکم با معنوا لواقعا باشن یه نگوا و حصفی بکا اگر جمع کرده و اسم گوکو حیزبون اها یه اینا عرضی زناب دکم حیزبون یکا او یه حیزبون حضب کل زمع کده نگوا زرد ساکه فشن وخيروا في زائدي سرندا وكل ما ضاهاه كالعلندا ولما يا عرب مخيريا كردوا اختياريا داوا بوك سكا حذف ذكا لدو حرف دا كزائد نتيدا لا سرندا دا يعني كحذف يانكي بالا يا كان حذفك هل كان مكان اشتري وين حذفك وجوك وان دتي وكو علندا زرتك اما زرتي تروار شونك توضيح الشركه كان يتر بو خوشي بقت شرح حكا دوباره واخد دغري بو زرت تي تروار معاني شركه كان من لحال بي تم زي سنسر توضيحاتك ان شاء الله زرتك بسم الله الرحمن الرحيم افرم وبالفعالي بكسر اللام والفعالى بفتحها وال فاء مفتوحة فيهما فعالي بكسر لام فعالا بفتح لام فيك لهدو كان مفتوحا زرت شك فعالي لبيشو هنا چونك أصل واقعا فعالية أمزة فعالة باش بس يما هل وكو درس كاني بيشو مبنى كارمان يداش كديني أم أوزانا نبي فعالي أما وزني نوزدهما أما وزني نوزدهما فعلا وزني بيستما أما ليتان تجنتي أو شوناني يداش كان بس فعالي وزني نوزدهم فعلا بيستم بمدو جمعية جمع كلاو تواني مفردك كالس وزني فعلاء مفردك كالس وزني كالس وزني فعلاء جاء مبلا أفرمي جاء اسم من يصفت من نحو الصحراء اسم الصحراء أرزي زناب الدكم اسم بدو جمع جمع دكلته صحاري وكفعالي صحارة وكفعالة والعزراء والعزاري والعزارة شاولي عزراء صفة بأفرتك ظلن ك بلين كجبت والقيس أي والقياس اتبعها في ذلك ولا تقصر على السماع قيس وقياس ظلي يكيك معنا وهما مصدران لقاس دو مصدر قاس قيسا قياسا يعني دو مصدر هي يعني اتبع اتبع او جاء او اتبع يا اما اتبع الفكر في اطلاق اصلك او يا اتبع القيس يا اتبع القياس جلي بوجن تتابع قياس بليلة يعني ما قانون ولا تقتصر على السماعي فقد جمع لدى اخو لم زميناتي هاتوا لا عرفه جائزتي ام فعالي فعالا كملق صوب حسي كان لسلام كتوضيح يدي كالصحراء دا الصحاري هاتوا صحارة هاتوا صحاريونش هاتوا فعاليون وكو لشعري بعد لا دي جينيه يعني ام وزنشي هاتوا با تشديد يي مشدد صحاري كامش خوي وزنكي جمع وزن جمعكي اصلا شلون ايش دبيتها صحاري اها صحراء
دقت كا وقت الجمعية كي صحراء زوج ساكا عرزي بلادري خوما كم ألف يكمان هي لقل همزك ألف أول كي صحراء بيش همزك قلب دك لبتي بيه بوچونك بيشتر دوا صادك هيك هي لدوا هيك ألف زيادة دكين أيوانيا كألف كما ذكرك المكسور دكين بيتا صحاري يتمزق ألف كيلو ألف كقلب كيلو بيه چونك ألف ساكن ما قبل ما سوق الكيلو بتي بيا بس صاد لمفردة كذا مفتوحة لمفردة كذا حكا ساكنة طبعا لجمع كيدا البدليل أول دوا حكا وألف كذا بيا وألفش مقتضية بو سكون بو فتح ما قبل حكا مفتوح دبي برزا كمفتوح بو أم زارك مكسور دبي لدوارك وألف ألف ساكن ما قبل تقول كذا بتي بياء زوت ساكا أبيت الصحاريء صحاريء زوت ساكا باشان كابو بصحاريء همزة كده من تاني همزة وقتك ساكنة ما قبلك عرزي ايش قلبك دوبه لبيه يليها دغم دك لي خلاص الكلام دبته سبته صحاري بلان تخفيف ينتهي وبيت اللي كان صحاري يعني برق لزانا عندنا وزني فعالي مثلا كذا لي صحاري اما صحاريون لا اصلا صحاريون التخفيف من تلا دا ويش اللي كان من حذف كدوة اثبت الصحاري اما قصيك زور باشا جا اگر حذفي يدو مكبكين كمتحركة دا قلتلتي ها يدو مكا حذفكين كاها صحاري يا مشددك يي اخير يدو مكا متحرك اجي حذف كان بيت الصحاري ايوانيا صحاري باش اجر اوي اولك كساكنه حذف يمكن تقول لي الركي مفتوح لك هنا وانا دوباره بو قلبي يكبك لبتي بالف وسالم بلا حذف لبتي صحارى باش او مطلبك مطلبي بعدي لسر دوباره ام اوزانيه مطالبي كي هي كمتاسفانه ام بزرگوار لري دا اشاره تي پنه داوه جا است كه اشاره پنه داوه ناچاره نه ما توسقالك اشاره پيوكين هر زي برادري خو مكم وزن 19 هم فعاليه بفتحي فعل فعل بكسري لامك كحرف تشوارم ببردوام ام فعالي ام فقط لا فرميتي جمع فعلاء بلان ببردوام لما نادت جوان جو بكر يكيان ام جمع جمع فعالي دكريت ببيت جمع بمفرد لصوزني فعلات وكو مومات ك ب بلين ب بياباني كي واسع دلن كي جو جاي تدان بي جمع كده تسي موامين نميك دو دبيتها جمع فعل فعالي بو فعلات بو فعلات بكسري فعل في لك عفو وكو سعلات تقول لي جمع كلمة تسيل بيتها سعالي بمعنى ديوة يا دي مؤنس شتشوا س دبيتها أم وزن فعالي جمع بو فعلية بكسري فعل في سكوني عين الفعلك وبكسري لامك تقول لي بوجن وكو هبريا هبريا ببي تك نقطة هبريا زرتك زي ما كده تسير بيتها هباري باش دتوانين بجلين دبيتها جمع بو مفردك لسوزني فعلو فعلوت فعلوت وكو عرقوت دبيتها عراقي عراقي اوش او عرزي زنا بدا كم دبيتها جمع بو اسمك كعرزي زنها بدكم وكو مثلا حبنطا حبنطا يكيك لودو حرفاني كتيا زياد كلاوة حذف ببيت مثلا نوني تيا زياد كلاوة وألف شي تيا زياد كلاوة بوي ملحق بي بس يبس صفر جلاوة أقل أولك أول زائدة كي كانوا نحس في كي دلي حباطي تعالي باوجا
بو ام مفردانا لجمع فعاليتيا اسفاده دكرت وباشان دكري هر ببيتا بلين جمع بو فعلاء وكو ام صحراء كهنايتي اسم بيت سفد بكل شرح كاب اسمك ودشكري ببيتا جمع بو اسمك الفي مقصوره بكو حبلة ببيتا حبالي اوشمان هي جا يا ملحق لابي مثلا وكو زفرا لبيتا سي لبيتا بزالي دالة لبيتا زفاري علقا لبيتا سي لبيتا علاق او وزنه باشان لم وزنه كدرشين واجعل فعالية لغير ذي نسب باله جددك الكرسي تتبع العرب زوت شكا ليرك انا دا دلي وزني فعالي بفتحتين وكسر اللام وتشديد الياء جمعا لغير ذي نسب جدده من كل ثلاثي آخره ياء مشددة كالكرسي والكراسي بخلاف بصري فلا تقول فيه بصاري جاء تتبع العرب في استعمالهم دلي أما وزني بستيكما أرزي برادري خومكم وزن فعالي بفت بدو فتح بفتح فيكو عينكو بكسري لامكو تشديديك بيك بجمع بو كلميك لغير زي نسب جددة كبو نسب جددة محل لموضع صفتة صفة بو تي بو نسب معنى جددة يعني تي يعني أرزي جناب الدكم بله او ي مشدده داخل كلابه لكلمه كذا دو او كوا تيدا نبو بيت تشاولي استي ارزي جناب الدكم يعني معناه بيتازه نبو بيت هاني او لغير زي نسب جدده بو غير نسب كوا تازه كلابه استي مثلا بصريون قيسيون مثلا اصلا كان بصري وقيسه دي وقت يبم دوانا و اداتي نسب كتيكيا يك مشدده كبيانه دني معنى كان تازه ده تازه لكتاوني حال لازم دبي يعني لوان ده موجوده بدواوي كوا اصلا نبوه ازور تاكا يا بم جوره تفسيري كينو جديده بجورك كلو كلمه ده نسب هر نبيت يا اگر نسب بين نسب بك ان سبك نسبتك لحزنك لا بيست يعني نسين منسيم به تشاولي ارزي جناب الدكم يا وكو وكو فرام شده هر وابه وابه لواقع جاء مدلا من كل ثلاثين آخري او مشدده لهر اسمي كي تعرف آخري مشده وكو كرسي جمع كلمة كراسي اما پیشوانه بسريون او چون كلوه دا نصبك جدي دا تازه كلاوتوانه يعني نصي المنصيه نه لواقع دا بويا تو بودنی بلاي بصاريون جاتو اگر فعالي بتشديد ي كردتا جمع تاولي بو اسمك سي حرفي كاخر كي ي مشدده بو ام ي مشدده معناي نسبه نجين تيدا ومعناي نسبه لم كلمه دا ملاحظه شده نبات اتوك اوذكر تتبع العرب في استعمالهم شوين عرب كوتوي لا بكار هناني عرب عندها بو تيبو ام وزنيا زور باشا باشان وبفعال له وبفعال له بفتحتين وكسر اللام الأولى وشبهه كأفاعلة تولي باوجان انتقى في جمع ما فوق الثلاثة كوا ارتقى من غير ما مضى ارتقى من غير ما مضى بلى ارتقى من غير ما مضى عفو بلى ارتقى من غير ما مضى باش فقل في جعفر جعافر وفي أفضل أفاضل ومن خماسي جرد الآخر في أي احذف إذا جمعته بالقياس فقل في سفرجل سفارج زل باش وزني بستدوم
اها وزني بسدوم بلى بفعالل بدو فتحة يعني بفتحي فيك وعينك وكسري لام الفعل أولك زرتك وش أوش كوكو فعالل دتي وكو أفاعل منظور بشبه مفاعل فعالل أويك لعدد حرف كان وهيئة وزنك دا وكو فعالل دتي حتى دا بعد وزنك دا وكو أونتي مثلا استي وكو مثلا مفاعل فياعل أها أفاعل أما أنا العدد حرف كان ده ولا هيئة وصل الشكل كذا وكو يجتن إن هذا الوزن كان وكو يك نية لواق إلى فرغناك انتقى تونتك لجمع بشت سي لسروي سي جاء بشتي سروي سي شامل رباعي ده بيوكو جعفر صرف إسبع تاولي باوجن شامل بيج حرفي ده بيوكو صفر جل تاولي خدرنق منطلق وشامل سلاسيش دبيكو قبع ثرى مستخرج وشامل حو حرفيش دبيكو تي اوكو استخراج يعني هموي امانة دقلت ولا عقد اتو لم وزنية استفادة بك لم وزنية نطقك بفعالل لجمع كلميك كالسر ويسي استيتشوارا بينجا شاشا حوتا كارمانيا من فوق من في جمع ما فوق الثلاثة ارتقى لجمع سروي سيكوا تشوبة سروا من غير ما مضى أما لغير أو ندك تعيس جزراوة بس فلا بل جعافر لا أفضل أبلتي أفاضل تقول لي إذا مدى فرقينية أم تشوارا أم سيا أم بينجا زائدان تدايا زائدين كاريبانينية كاريبانية سي مثلا أفضل مشخصة كهمزة كزائدية بلان جعفر ده هتوالين أصلي وحد أنفع عادي لبكال الجمع بو اسمه كي بيانش عرفي كوا جرده مجرور بو بلا عفو مجرد بو بي يعني أرزي بلا دوري خم كم مجرد بو بي واتياني بلين مزيد نبيد آوا بلا يعني زائده حرفي زائده تيدا نبيد آوا قادا زوزر بجيه جا وكو تي جا لاسمك بينش حرفي كمجرد به الاخر في انفين يحذف اخرك يحذف الاخره مفعول انفيا دوكوتو بيشكوتو فعلك دوكوتو مفعول كي بيشكوتو كي حذف بك اذا جمعته وقت جمع ذكر جاء ام كاره بالقياسي بقياسه ولا روي قاعده قانون نوايا شوار بحر كلميك تو حرفي با فعال الجمع وكا اگر بينج بو مجرد بو اخرك حذفك تاولي بزل سفر زل ابلتي سفاريج لا بلاتي بلا سفاريج زور باش ام زاد الله والرابع منه الشبيه بالمزيد في كوني أحد حروفه في كونه أحد حروف الزيادة قد يحذف دون ما به تم العدد وهو الآخر ألي اسمي شوار حرفي منه هل لم بشيا لم وزني فعال له كلميك شوار حرفي كشبيهة للفظ ذابتي بمزيدة أو لفظا كتما شايكي وكو مزيدة لويا كيش اللي حرف كاني حرف زيادة بيت مزيدنا بما يش اللي هو حرفان كتي آتي حرف زائدة جا أو حرف شوارية والرابع منه الشبيه بالمزيد عفو أو منه بخماسية عفو والرابع منه الشبيه بالمزيد في كون أحد حروف في كونه أحد حروف الزيادة قد يحذف إيه ما كنت مان لبينش حرفي دا كوا مجرد ب الآخر في آخر كيس ليبك حذفك السفر جلا لا ما كي حذفك بلا سفاريج جا أم جا دلي حرفي شوارم منه لخماسي حرفي شوارم لو اسمك بينش حرفية كلا لفظة وكو مزيد دا شو حرف شوارة لتشي دا وكو مزيد دا شو لو يكي كلا حرفي زيادة ناك زياد كلابي حن ديجار حذف دا بيت تقول لي بلام دون ما به تم العدد او حرفان حذف دبيت ك
كيشك وكو حرف زي لسان نج او حرف عن كعدد كي بيتاود به كام كعدد كي بيتاود به هو الاخر كاخر كي يعني حرفي شوارم كوك حرفي مزيدتي اوي حذف دكي لغير سفر اذا سفر جل جي ملامكا واقا هيشان لما زينات بران لم مثال دا كخدر نقا نونكا حرف زائد لا اصل الله حرفا ليردا زائدا يعني تو او نونيت لدكي خدر نق او نونيت لدكي حذف دكي ضلي خدارق بران لكن الازوده حذف الاخري اما جوان او حذف اخري كي بليتي خداري يعني هم درستا ما قبل اخري كي حذف كي هم درستا خد اخري كي شليب كي ايه حذف كي زوتك بلا بس والرابع الشبيه بالمزيد قد يحذف ما يحذف دون ما به تم العدد لا اسم بينس حرف يكدا او حرف شواري كالحرف زائد دتشت هندي جار حذف دبي نك اوان كعدد كي بيتا ودبي يعني لا اسم بينس حرف يكيا اجا حرف شوارم وك حرف زائد دتشت اوي حذف دكي نك او حرف كحرف بينس مو عددي بينس كي بيتا ودبي لحرف كاني او اسم خماسية ده زور مطلبه كي ورده پس تايرا ما بسدو وزن زور باشا پاشان داله وزائد العادي اي المجاوزي الرباعي وهو الخماسي احذفه اي زائد منه ما دام لم يكو لينا اثره اي بعده الحرف الحرف الذي ختم الكلمة بل ختم الكلمة أي آخرها فقل في سبطرة سباطر وفي فدوكس فداكس بخلاف ما إذا كان لينا قبل الآخر نحو أصفر وقندل وقرطاس فلا يحذف زول باشا أما هذا سوزني ترى سوزني فعالي للواقدة دلية وزائد العادي أو حرفاء زائدة كالمرتبي شوارم لايداوة يعني حرفي بينجمة إما اسمها كمان بينج حرفي نية با حرفي بينجمي زائدة تقولي ديدا لا حصفي بك أي زائدة منه زائدة كحذفك منه التي لا خماسيك بيك شرط ما دام لم يكن لينا إصره بشرتك لدوا تقولي لدوا حرفة شوارم كوا لدوا يوانيك نبيت بلا ما بل عفو بدويدا اي بعده الحرف اللص ختم الكلمه بشرتك لدوايوا حرفين يجنبت ك النبت بشرتك ما دام لم يكن لينا دلي اما اشتكت وز ورد او عباره انا توز يعني باورك جوان لي ورنه بيو هر سر لي دستندري دي قد فرمو الله او اما بقسمان اسي لاسمي بيانش حرفيه كالتوني فعالي له باش الله وزائد العادي اي المجاوزة الرباعي وهو الخماسي احذفه اي الزائد منه اما نالين لاسم بيانش حرفيه كان ده اسي خوين من حرفي تشوارم كشبيه بزائدة حذفي بك استي مطلبك كمان بدله دلي وزائد العادي أي المجاوز الرباعي وهو الخماسي أو حرفي كزياد كراوة كالمجاوز الرباعي وهو الخماسي كالمرتبة شوار لاي دباو ديبا بلو تي بلو بيانش حرفي يحذفه أي زائد منه بس وزائد العادي الرباعي وهو الخماسي يحذفه او حرف كزياد كلاوة بلا او حرف كوا زياد كلاوة ولا مرتبة شوارم دايا او اتليبك حذفك بلا بلا ان بشرتك حرفك مد لما قبل اخرك يا نبيت وزائد العادي اوا وزائد العادي اي المجاوز الرباعي وهو الخماسي
ام شعره توزي ورده يق لحزبه ليك شرحي كذا اشتيكم لذهن داي اقوي بينم بعد تماشاكم شوكا واقعا باله توزي ورده ان شاء الله وايلك دولي ذا نايدو زمانه بلا امان كهيتش باوي دوزم چونك واقعا معاملي ام شعري فوجنيا نميش هر بظلم نية توزيحة منتهى بألم كتابة شاتم عشاكم بلى هر او مطالب للذهن من دابو بلى وزائد العادي اي المجاوز الربعي والخماسي احذفه او حرفيك زائده تجاوز ذكاء لتشوارم وطبيعه ديبو بينزتي كمثل في حذفي بك اي زائده منه بس حرف زائدك لو خماسي حذفك ما دام لم يكن لينا اسره اي بعده الحرف اللذ يعني الذي ختم الكلمة بشرتك اها لواقع دا لينك حرفك لين بلا يعني تو وقتك خماسية و أرزي جناب الدكم حرفي تيازيات كراوة أو حرفي كاواتيازي كراوة حسبي بك أما بيك شرط كحرفي مدكا لم يكن لنا إسره لما قبل آخر دانا بير يعني أي بعده الحرف اللس ختم الكلمة بشرتك لينك لدواء أو حرف ونبيت حرف لينك لدواء أو حرف ونبيت ككلمة كي تواكد يعني بشرتك توبين أو حذفك كحرف تواري ما حرفي للنبي نظر ما مش طيب وحولي كردوا وقعنشتكي زوزو دول خستو تواني بلا أرزي بلادري خوم كم مطلبك زوزور واضحة بلى حرفك زائد رباعية كالت مرتبة شوارم عادي رباعية يعني لمرتبة شوارم تيدا باريني دي بات مرتبة بينجم أفرمتو أو حرفي سليبك حذفك يعني لخماسي دا وقتك حرفك زياد كلاوتو أو حرف زائد حذفك بشرتك لم يكن لينا إسره أي بعده الحرف الذي ختم الكلمة بشرتك لدوايوا تهولي يعني لما قبل آخر كيدا حرف لينك لدوايا ونبت يعني حرف لينك ني بدوا أو حرف دا حرف لينك لدوا أو حرف ونبت ككلمة بيانش حرفية كي كامل كردوا ليرا دا لختما اللس أو اسم موصولة ختم الصلة كيتي وجالبيشا الكلمة كهنا يعني مفعول كي ختم محذوفك الكلمة أي آخرها خلاصة همو أن بابتا أويا كتول اسمي خماسي دا كزائد تدا زائد كحذف كبلان بشرتك حرف لينك لا أو حرفي كوا حرفي بنجمي كلمة كيوا لبيشيوا تاولي بلين حرفي انا جنبت بلين حرفي لين نبت باز لسيبة ترادا كتو الفكا حرفي بينجمة الريكا ما قبل اخر كيتي باز ريكا حرفي لين ندلي سباتير وفي فدوكس حرفي بينجم سينكي ما قبل اخر كي كافة حرفي اللنية حرفي لين بس لا فداكس بلان بخلاف ما إذا كان لينا قبل الآخري أما بيتواني أرزي زنا بدكم
أو إسمانية كلنا كما قبل آخر وكو عصفور وقنديل وقرطاس واو لبش حرفي بينجمو إلى عصفور ده يي لبش حرفي بينجمو هل بجوري قرطاس يشروه بس فلا يحسف أمان تظلي فعاليل قناديل عصافير قراطيس أما لصوزني فعاليلني لصوزني فعاليل آوا ها زر باش إتر أما حمو وصني فعاليل بتايرة بات هذا لعجلية كأمتي كشتاوكين على السينو تي لهرتي كوكو مستر إندتي أرزي جناب الدكم أزل إذا جمعته لامبا وقتك جمعت بست بس بو إذ ببن الجمع بقاهما مخل چونك بو صيغي جمعك هشنوانتيا مخل بس فقل فيه مداعين لمستدعين أو لا مداعين أم ذا ولم منك مستدعين أو لام من سواه بالبقاء أم ذا لمستدعين دا لميمكي ولسينك الدليه لواقع دا ميمكا بو مانوا باشتر لغير خوي بو لمزيته على غيره باختصاص زيادته بالأسماء شوك أما زيته كي هي بسر غير خوي دا ميم بو كخاص زيادة بونكي بتيو باو جان با اسمانوا شوك اسم فاعل واسم مفعول ولا كان ميم لواقع دا باشان والهمز والياء مثله أي الميمو في الأولوية بالوقاء إن سبق غيرهما من الحروف حمزو يشهر بوجوروكو ميموان لأولوية بنديدا بمعنوا أجر بشرت بيش غير خوان كوتب لحروف مثلا بيان كان في أول كلمة بجور الأول كلمة ديمانا لكونهما في موضع ما يدل على معنى لشوينة كقرارين قتوك وشوينة دلالة كالساتي لثر معنى زورت شاكا بس فيقال في ألندد ويلندد ألادين ويلادين زر باش باشان والياء للوا أحذف إن جمعت ما كحيزبونين حيزبون زيرا بعجوز دا قلت بخوشي شرحي كي داوة وهي الداهيته بمعنى مصيبة جدي يه نقواو حصف بك أقل هل اسم يقولكو حيزبون بو جمعت كردوا بو لمزية الواي بإغناء حصف الياي عن حصفها بله لبر أوكا بلان بخلاف العكسي لبر أوكا واو مزيتك أويا بينياز لبر مزيتي واو بينياز بوني حصفية لحصفتي لحصفه أما عكسك وانيا بس فأبقها وقلبها ياء وهي لواء وكو قلبي بكبير تنك الانكسار ما قبلها وقل فيه حزابين زورت شاكا حيزبون بيكت كما سلكوا واو كلمة بتي بياء فهو حكم حتم أما حكمك قطعية أم ذا وخير الحازف في حذف ما أراد من زائدي سرندا عرب يا علماء مخير ينكدوا وكسيك حذف ذكا لحذف كلمه كديه حذف ك كسج ل دو حرف كزياد ولا سرنداد وهما نون هو الفه نون كو الف كزائد بول تكافؤهما شو كهو شان هنا كلمه كحذف ك فان شاء يقول سراند او سرادين هل كلمه كان اشتاليه نون كحذف ك يا الف كحذف ك ومعناه الشديد باشا وكل ما ضاهاه كالعلندا أوشك وكو أمدت وكو أم كلمة وهو البعير الضخم فإن شاء يقول إشتالي الفك حزك أبلا على نتيان ونك حزك أبلا على متهارته عشان مطلبي باني خوزوشتي كما هو إما خلاصي كلام على العموم أوي كتائرهاتين بلا ظاهرا لخزمتان عارس كم ك بين خلاصي وكين إما أوزانك زورمان برسي كرت زورباش لم أوزانانا دا نياز بان بوية سلنوية بيدا بينوا تواوي أو شويناني كوا ضرورية ياداش ديكين يعني أما بلين
متى ستا بستدو باب هاتين وكو يا داشت ما كدانا دانا هلا اولوا بلان منتهى دبي ما ام وزن جمعان دربينين هر يك لا خانه يك هدا بندرت وتن خانه كبشش لتواني لدوانا و ك دانا دانا بو هر جمع يكون مفردك دياري بكرت يا تن مفرد كهي دياري بكرت جاء ام جاء لمف لاسم يا لصفات او كاريكي واقعا كاريكي توضع دشواريشا وبالان كاريك نيا بلاي ناكري دكريت پس اما چوار وزنی جمع قله ما خوند بیستولو وزنی جمع کسرش ما خوند اما مطلب که اما نتیجه ام بابه ام منم اخیرشا استه شو که درس دلمانه درنگی شو خوم ده واقعا شاید کاملش هنده شوینم جوان توضیح ندابید بلان چونکه درنگه و دشتم های بابه که توابه بویا و سرم سر کلو تا آخری هاتم بلان خلاص كلامي متشوار وزني جمع قله ما خن جوان متشوار وزن كش كوك نوان توزع احصانه بلان بيستو دو وزن من هي كوزن شي وزن جمع كسره بيستو دو وزن هي جمع كسره وامز ام جمع انا تماشاكي ايواب چند انا مفردي بيشتي سري همي وزن وزني جمع ايوا ما بو بو جمع چند انا كلمه بو العقيده اما توزك وادا كاكا دائره كمان لجوله دكاتوها و دبی مبینی نمانه کوکین لواقع دار. پس پج نهاد دکم من، آوزان کان هر یکی لخانه یک هد نسی وزن جمع کان، لپیش وقی لکان پاشان کسر کان. لبر دمیدا با اندازی اوی که هیتی جمع بوچ کلمه یک بوچ وزنیک، آو وزنانه وزنی مفرد کانی آو جمعانه بنوسری. و لبر دست آبی همیشه زور جاران لزور شوند اگه جیر دخوی بلا فاصله فریاد ده که اما کاریکا پیوست و امزا مطلبی پایانی فائده که که محققی صبان ای فرمی فرمی اسمی مفعول چه مجردکی و چه مزیدکی بام جمعی مکسه جمع نکرده بله من کارتی چکه اوشتم دیبو اما واقعا نم نزینده چوه ده بلا نظام لیچه لشرح کانی کافیه ده هبو كأيما دلين مضروب مضارب يا منصور مناصر جمعي غلط بس هرشي اسم مفعولة شو مجرد كي شو مزيد كي وكو مضروب وكو مكرم بم جمع مكسر جمع ناكرته استي ملعون كب ملاعين جمع كلاوته ومفاعيل او تشيا يا بفعاليل فرخناك هل سوزنيا او الشازة زرتك عرضی جناب دکم مرضایش که جمع کلاوتوان ایش هر ایسس ندکرد که ابن شام بلین فرمویتی ایسس نای کردوا پاشان وکو مضروب وایا مختار منقات امانه بجمع مکسر جمع نکرنوا تولی مختارون منقادون وقت دلی مضروبون و مکرمون واتا اگر اسم مفعول چه مجرد کی چه مزید کی قرار به جمعی که بو بسین او جمعی که بوید بسین جمعی مصححا نک جمعی مکسر اگر اسم مفعول که مذکر بو با جمع مذکری سالم اگر مؤنس بو با جمعی الف با الف و باتی که پیلنز مؤنسی سالم اما کوتایی ام مباحث ما بو فر انشاءالله برو بحثی بعدی كقضية تصغيرة إن شاء الله بو درينو لأخوة يقولوا دعوة كالي أخوة التوفيق بارها ملاقعة بفرميات وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.